صحيح. تدرين شيء؟ لا، انا من امس في رقم قاعد يدق علي بشارك في البرنامج، فتسمحوا لي ابطل هذا نشوف المتصل هذا ولا لا؟ يعني ولد صغير اوكي وكل شوي يدق طول اليوم وبشارك وبشارك، فمن امس لليوم وانا ما ابي اعطي بلوك، بس ترى ما يصير تدقون على رقمي. انا بشوف الحين لحظه بشوف، يعني ما اعتقد في رياليتي شو اكثر من كذي. الحين حالاته ما يرد، امس دق علي وانا شوي اركز ورقمي مو منتشر المفروض، يمكن يكون قاعد يسمع الحين على الهواء، دق على الارقام اللي موجوده قدامكم. قاعد يسمع بعد التلفزيون. ترى انت قاعد تدق عليه على الهواء، من وياي؟ وطلع على صوت التلفزيون، انا سكرته. هو يبي يسمع نحن كنا، هو يتابعنا. ابعث حبيبي واتساب، مو تتصل واتساب على الرقم الموجود باسفل الشاشه، دز اسمك وانت من وين عشان ما افطر. وانا اسف جدا اني اعطي بلوك لان هذا رقم خاص. صحيح.